وندري ببيان هذه الرسالة اليوم نيابة عن نفسي وعن المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من أبناء جزيرة سقطرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان قبيلة السقاطرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بتاريخ 23/10/2019. والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وآله وصحبه الأبرار. يا أبناء قبيلة السقاطرة الكرام، أن حضوركم اليوم في هذا اللقاء الكبير الذي تداعى إليه كل أبناء أرخبيل سقطرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، مواطنين ومقيمين، رجالا ونساء، شيابا وشبابا، ومن كل الفئات والأعمار، إنما يجسد آيات الصدق ومعاني الوفاء والأخلاص والتفاني لدولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخها الكرام وتقديرا لما قدمه لسقطرى وشعبها على مدى السنين، سواء في داخل الجزيرة أو أبناء سقطرى في سقطرى نفسها المقيمين في دولة الإمارات، واستقبلتهم أحسن استقبال منذ السبعينات من القرن الماضي وحتى هذه اليوم، ووجدوا فيها العيش الكريم في هذه الدولة الطيبة والأمن والأمان والمساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق والخدمات وكل سبل الحياة الكريمة التي تليق بالإنسان في هذا العصر الذي تشهد فيه الشعوب الرخاء والرفاهية. وفي مقابل ذلك، فإن نحن أبناء سقطرى نرفض رفضاً قاطعاً ما يقوم بها المحافظ الأخ رمزي محروس من إجراءات وأنجلة والتي يعمل من أجلها هو وأتباعه لتشويه سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة الطيبة، لتشويه سمعة دولة الإمارات العربية وولاة أمرها، وأن هذا الرجل وأعوانه لا يمثلون أبناء أرخبيل سقطرى بأي حال من الأحوال، ونسجد بأشد العبارات كل أفعاله وتصرفاته في هذه الجزيرة أرخبيل سقطرى الغالية. ومن أجل ذلك، ها هم اليوم أبناء سقطرى يقفون وقفة كاملة بكل ما أوتوا إليه من قوة وعزم وطاقات متجددة وروح المشاركة وبدل الغالي والنفيس من أجل خدمة هذا الوطن المعطاء والأرض التي أحضرتهم دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وشيوخها الكرام. وأن ما تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة من هجمة شرسة وحربا شعواء التي يشنها حزب الإصلاح الخبيث، ومن يدور في فلك من أعلام ودولا لها أهداف وغايات من مصالح خاصة دون النظر إلى مصالح المجتمع السعودي وتطلعاته إلى التقدم والازدهار والخدمات، والوقوف ضد هذا الظلم وهذا الطغيان والعبد الذي يمثل هذا الحزب، يستدعى منا جميعا التكاتف والوقوف صفا واحدا ومجابة هذا الاستبداد وهذا التفرد بالسلطة وعدم القبول بالرأي الآخر والرأي الآخر والدفاع عن التنمية والتقدم والازدهار في أرخبيل سقطرى الذي تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تواجدها وتقديم المساعدات الإنسانية والكهرباء والعلاج وإسعاف الحالات المستعجلة من المرضى ومصابي الحوادث المرورية وغيرها من الحوادث الحرجة، والقضاء على البطالة من خلال توظيف شباب الجزيرة وإرسال بعثات دراسية للخارج وغيرها من الخدمات في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والمدنية بصورة لم يسبق لها مثيل في أرخبيل سقطرى منذ تاريخ.
حيث شهدت الجزيرة نقلة نوعية ونهضة غير مسبوقة في كل المجالات، وهي إنجازات عظيمة يجب على كل سلطة الحفاظ عليها والمطالبة باستمرارها والوقوف ضد كل من يحاول تعطيل تلك الإنجازات والعبث فيها مهما كان. ومن أجل ذلك يجب على أبناء أرخبيل سقطرة نبذ كل أشكال الخلاف والتحزب والمناطقية وتقديم مصالح جزيرتنا العليا على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة. ويجب أن يكون هذا اللقاء بداية تحقيق المزيد من التواصل والترابط بين أبناء سقطرة في الداخل والخارج، وكلنا أمل أن نشارك جميعا في خدمة جزيرتنا والحفاظ على التنمية وحق أبناء سقطرة في الخدمات والكهرباء والمواصلات والعلاج والتعليم وغيرها من الخدمات التي تقدمها دولة زايد الخير. وغيرها من الخدمات التي تقدمها دولة زايد الخير حاليا، ويريد هؤلاء إيقافها وتعطيل عجلة التنمية وإعادتنا إلى حياة البؤس والفقر والتهميش التي كانت سائدة في الجزيرة منذ الزمن بعيد. وفي الختام ندعو الله العزيز القدير بأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وحكامها الميامين، وأن يديم عليهم الصحة والسلام والخير والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صادر عن أبناء قبيلة سقطرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكرا لكم.